شاري السنة دي بتقدم العربيتين الجداد تيجو 4 والاريزو 5. تيجو 4 1.5 توربو والاريزو 5 احنا اتكلمنا عنها في المؤتمر ان هي واخده افضل خمس نجوم بالنسبه لسي ان كاب. ومعانا برضو تيجو 3 كلنا عارفينها. احنا عندنا حاليا 9 مراكز خدمه، وان شاء الله برضو في المستقبل هنزود مراكز الخدمه. ده غير برضو ان احنا هنزود المعارض، احنا عندنا حاليا فوق ال 30 معرض، ان شاء الله هنزود في خلال السنه دي كمان هنزود المعارض، وفي المستقبل اكيد هنزود مراكز الخدمه. هو حاليا شاري واخده 5.3 من السوق كله، وبالعربيات الجديده احنا متاكدين ان احنا هنتعدى الارقام دي. 2018 احنا متوقعين السوق ان شاء الله ممكن يقفل 130 الف عربيه، وربنا يسهل لينا كلنا يعني. في المستقبل طبعا احنا بندرس كل ده، بس احنا مستنيين شويه دعم من الدوله، والدوله بتقدم دعم، وان شاء الله في المستقبل يبقى في عربيات كهرباء.